الورطة اللي موجودين فيها الآن. كيف نخرج من هذا المأزق وكيف نخطط لمستقبل مصر المشرق في ظل وجود هذه النقطة؟ شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله. هنبتدي النهاردة النقاش حول الندوة بكلمة الأستاذ الدكتور سعد الدين إبراهيم مدير مركز ابن خلدون، فليتفضل. لا يعني احنا تعلمنا انه اكتر من 7 دقايق الناس بتفقد الاهتمام، فانا اكلم لمده 7 دقايق عشان كمان انا كويس اسمع. فضلك يا استاذ مضيف عمري الدكتور صبري الشمراوي، هو دايما كريم يرقد كتير، بيفتح حاجات كتيره لمزيد من الناس. انا عايز اولا اشكر منظمي هذه الندوه، جمال بندي جمعت لي معرفه رائعه ياسر هو طويله انه بعد الثوره، لكن طبعا اعرف شقيقه الاكبر مأمون من سنوات، ومن خلال مأمون التحقيق جمال، جمال هي رغم الخطوه القصيره انما دائما لقاءاتنا فيها كانت مكثفه، فبشعر كاني ايضا اعرفه منذ سنوات. عايز اقول انه عندي 3 ملاحظات. طبعا دلوقتي الهالي اللي فيه حسناء الجمهور قاعد قدامي على طول، لا فبحييك اولا قبل ما ابدا كلامي. تاني انا اول تاني طبعا شد القعده قدامي ولا بره؟ هنا تحت هنا؟ معلش اعذروني يعني هذه التحويضه. ثورة 11 يناير الملاحظة الأولى، 25 يناير 2011 ثورة أبهرت العالم بكل المقاييس، أبهرت العالم بسلميتها بشمولها بقدرتها على تغيير أشياء لم تستطع سنوات 30 وقوى عديدة وأحزاب عديدة أن تفعلها. شباب شباب وبطريقة سلمية وبتصميم في 18 يوم حققوا ما فشل فيه جيلي وجيل آخر في تحقيقه في 30 سنة. دي الملاحظة دي. الإبهار، إبهار الثورة المصرية، ثورة الملاحظة الثانية إن هذه الثورة كسرت جدار الخوف عند المصري. لما أقول كسر جدار الخوف لا تستهينوا بهذه المعلومة، لأنه بيتكلم عن جدار خوف عمره 6000 سنة، يعني منذ وحد نارمر اللي أنا مسميه في كتب التاريخ مينا، وحد القطرون، منذ وحد مصر السلطة، السلطة المركزية أصبحت شيء هائل يخافه الجميع لدرجة أن الفرعون عبدوه كإله. فالفرعون الإله أو الملك الإله رمز هذه السلطة التي تخيف المصريين دنيويا وأخرويا، لأنه مادام إله يبقى في الآخرة. فحجز الخوف ده حاجز اشتد على مدى 6000 سنة، اتكسر يوم 25 يناير 2000، وده حدث يعني كسر هذا الحاجز، حاجز شيء لا ينبغي استهلاكه. الشيء الثاني اللي لازم ننوه بيه ويفتح لنا بقى مجال للحديث عن المستقبل هو ان المصريين جميعا تسيسوا منذ 25 سنة. وانا بسالكم عشان تختبروا هذه،
كل واحد في مصر النهاردة أو منذ يناير وهو يتحدث في السياسة، ربما مش بنفس الدرجة من العمق، ربما مش بنفس الدرجة من الإحاطة، ولكنه بدأ يهتم بشأن العام، السياسة، شأن العام يعني السياسة. ده تطور ثاني طيبا، ثمرة ثانية من ثمرات ثورة كاملة. الثمرة الثالثة هي التهيؤ عند المصريين للمشاركة، واللي احنا شفناه من خلال كل مرة اتيحت للمصريين في السنتين الأخيرتين يعني بعد الثورة فرصة للمشاركة، شاركوا مشاركة مذهلة، انتخابات، استفتاءات، مظاهرات، سواء مظاهرات مؤيدة أو مظاهرات معارضة أو مظاهرات ضد مظاهرات، إنما المهم إن الكل بيشارك سواء مع أو ضد، إنما بيشارك، وده شيء مهم. أيوه، الثلاث أشياء دي في نظري هي المنقذ من الضلال، إنجاز التعبير الديني، إنه الشعب لم يعد يخاف، الشعب سيس، الشعب يريد أن يشارك، مصمم على المشاركة، وبالتالي إذا كنا بنتكلم عن الحاضر والمستقبل فلا بد أن نضع ثلاث أشياء دول في المستقبل. طيب، الحديث عن مأزق وضعنا فيه الإخوان المسلمين، مأزق وضعنا فيه محمد مرسي، ومحمد مرسي كان زميل سجن أو زميل برش كما يقولوا، كان معايا في سجن، فأنا أعرف الرجل، معرفة شخصية، دامس الخلق ولكنه محدود الخلق، فأنا مهذب جدا من هذا المصر، وبالتالي لا يفعل إلا ما يمليه عليه.